احبها احبها يعني احبها السلام عليكم، انا رن وانا جودي من قناه دناتيز. رجعنا لكم مقطع جديد ومعنا فهد من قناه فودز. تشرفت اني اطلع في قناتكم رند جودي، شكرا. اليوم رح نعمل فيديو حجر ورقه مقص. للي ما بيعرف هو مقطع اسئله محرجه. فوز، انت بتعرف اللعبه ولا لا؟ الا فاهم اللعبه ان شاء الله. يعني حنلعب مع بعض، واللي بيخسر الثاني رح يساله سؤال. اوكي يلا. انا وجودي بنفس الفريق وانت لحالك. يلا حجر ورقه مقص. لا يعني انا اسالك. اوكي محرجة؟ يعني مو محرجة، يعني عادي مثل ما بدك. تتزوجين مشهور؟ اي عادي. يعني يوتيوب مشهور في اي مكان؟ اي عادي. تعرف زمان كنت اقول لا ما بدي اتزوج، بس بعدين هلا اخر اسبوعين. ليه وش السبب؟ عقيل وفرح. حلو، السبب مقنع. اي والله مقنع، والله مقنع. حجر ورقة مقص. فود مشهورة ممكن تتزوجها؟ سؤال وجيه من انسان تافه، انما حنرد عليه. في كثير. اكذب اقول لا في، بس لا يعني من مشهوره بيتزوجها عادي. ليش خايف؟ لا والله مو خايف، قلت شيء في قناتي اصلا المقطع الاخير. قلت شيء يضحك، بس انا يعني احبها احبها يعني احبها. يلا يلا. طبعا كل شيء مزح، لا احد ياخذ كل شيء بجديه. لا احلى شيء بمقطع على هي تتزوج مشهور او لا، كل شيء مزح بعد كل شيء مزح. عشان الناس ما يقولون لا وكذا، بس يعني كل شيء من النهايه مقطع. حجر ورقم قص. جودي كيف عم تفوزي انت؟ والله العكس. مقطع اتزوجها او ما اتزوجها؟ ليش لما طلع اسمي ما جاوبت؟ حط جاي الزوجة. لان بيقولوا لان في في جواب مقنع، لان انتم خوات. اوكي اوكي. واذا يوم انا يوم سالني السؤال الاول سال رن. لا سال عني. اوكي سال. اي شيء سال عنك قلت انا. اي بعدين اذا جا جودي بيقولون الناس انه ليش قلت لا جاوب. اي يعني انت كان بدك تقول لا؟ لا ما كان ودي اقول لا لا ولا اي، ما كان ودي اجاوب، بس هو غصبني اجاوب فحطيت جزاده ووقفت. انا قلت اجاوب صراحه بس حطيت كت. بالمونتاج. يلا اوكي. تصريح ترى هذا تصريح قوي يعني ترى. يلا حجر ورقة مقص. بالله يلا. اوكي انا راح اسال فود. فود اعطينا تصريح عن فيديو مقلب عملته بقناتك وكان تمثيل، وشو كان السبب انك عملته تمثيل؟ قلت شو قلت وش كان المقلب؟ لا ما قلت وش كان المقلب، قلت سويت مقلب عادي بس كان تمثيل. مقلب وصل فوق 1,000,000 مشاهده. شو هو؟ والله العظيم يعني اصلا كثير دروا انه تمثيل، واضح الكاميرات كانت مبينه كذا قدامنا، واللي هو كان مقلب الهانه اللي هانف اخوي الصغير كان في نيفو بعد. اسف نيفو فضحته. لا والله صدق يعني كان تمثيل صراحه. اوكي. واغلبكم يدري يعني انه كان تمثيل، كان قبل سنه ونص او سنتين. حجر ورقه مقص. اوكي. يلا. فهد ليش نزلت فيديو تمثيلي؟ شو السبب يعني؟ تدور مشاهدات؟ شوف ما حد يدور، ما حد ما يدور مشاهدات. اوكي. ما حد ما يدور ارباح، ما حد ما يدور مشتركين. بس يعني هو بالنهايه يجونك مشتركين جدد ويحبونك، وبعدين تكسب قلوبهم، بعدين يكسبون يعني هذا الموضوع. تكسب قلوبهم. اي يعني هو كذا الموضوع بالنهايه. حجر ورقة مقص. يلا. قد فكرتوا انتم انكم انت تدخل قناة لحالك وانت تدخل قناة لحالك؟ سؤال لا انا ما خصني. اوكي بس يعني قد فكرت تسوي قناة لحالك؟ لا ولا مرة. هلا فكرت احيانا انه من باب التفكير انه بدي اعمل يا انه كنت بدي اعمل شغلات مثلا ميك اب او هيك، فشي بعيد عن القناه، بس بعدين قلت لا انه بدي اخلي هذا الشيء مثلا على سناب شات على الانستغرام. توتوريال. توتوريال يا توتوريال يا راجل. توتوريال بس عقيل وفرح. المهم انه فكرت اعمل هيك شيء، بعدين قلت انه ما راح انجح يعني لو قناه لحالي، ممكن تنجح وممكن لا. اكيد ما حتنجحي. لا طبعا ما حتنجحي. يعني. انه بتحس لو شخصين بالقناه كل واحد له شخصيته هو عم يجذب فئه اكبر منه. صح صح صح. حجر ورقه مقص. يلا في سؤال قاعد افكر فيه من زمان. في احد برامج البثوث. اوكي اوكي. فيه ليه انتم قناه مشتركه كلكم. اوكي. ليش رند لحالها في البرنامج وانت لا؟ الصراحه ما بعرف. لا اكيد في سبب. والله ما في والله سبب. ما في سبب.
انه انا مشغوله بدراستي وهيك. ما عندك دراسه؟ ما عندك شغل؟ بلا عندي دراسه، بس يمكن لانه انا كنت دائما افتح لايف على برامج ثانيه، كنت كل يومين افتح. فمتعوده على الموضوع. بعدين حتى في قناه راكان وعبد الله وقت كانوا مع بعض. هلا راكان عنده روكس بس عبد الله ما في عنده. لا راكان وعبد الله مو مع بعض يعني، بس احيانا كانوا يطلعوا بالقناه. حاجه بس هذا كان هذا حاجه ورقه مقص مرحبا. حاجة ورقة يا الله. حاجة ورقة مقص. أوكي يلا سنين. منيح. أنتوا كلياتكم مثلاً كأسماء فودز، نيفو، توبس، بدر، كلياتكم مثلاً تقريباً بتنتجوا يعني محتوى متشابه بين تحديات ومقالب وكذا، تمام؟ ليش في ناس اعلى من الناس بالمشاهدات والسبسكرايبرز وهيك؟ هل هي السبب انه شو ما فهمت السؤال؟ انتوا كلياتكم شله واحده؟ اوكي تمام. يعني في اكثر من حدا، مو بس انتوا الاربعه، كلياتكم مع بعض بتنتجوا تقريبا نفس المحتوى ويعني بتنزلوا اكثر من حلقه بالاسبوع او حلقه بالاسبوع. اوكي، ليش في ناس مثلا ممكن تعمل سبسكرايب لك ما ممكن تعمل سبسكرايب لحدا ثاني؟ هل هنن يعني في منكم مكروهين وما بينحبوا؟ في فرق كبير، في ناس مكروهين يمكن انا، في احد يمكن، في ناس يحبون توبز، في ناس يحبوني، في ناس ما يحبوني، في ناس يعني في فرق اكيد هذا الشيء. لا بس هل هو لا, لا 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 تخليني انا عم بحشرك. لا دقيقة دقيقة، في فرق بالمونتاج، في فرق بين اللي يتكلم، يمكن توبز يسولف اكثر، يمكن انا ما اسولف، يمكن نيفو يسولف اكثر، يمكن انا اسولف اكثر من نيفو، نيفو احيانا يوقف الكاميرا يجلس يسولف، يمكن انا اتحرك اشيل الكاميرا كل شوي، يعني في فرق ترى. بس من ناحية اتفق معك، من ناحيه تنويع هذا تقريبا نفس بعض. اوكي، يعني لو حدا جاب منكم سبسكرايبرز او مشاهدات اعلى هل يعني انه هو ناجح اكثر من رفيقه؟ لا طب اعرف السؤال اول. يلا السؤال. اوكي يلا يلا. لا ما اتوقع، لا لا ما اتوقع انه يعني، بس اكيد في ناس يعني من العيال كلنا ناجحين، بس بالنهايه يعني اللي بيشوف المشاهد مو احنا. تعتبر حالك ناجح يعني؟ الحمد لله. مين قال لك هيك؟ الحمد لله انا اعتبر حالك. لا 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 والله حرام. لا لا والله عادي، بالعكس يعني مو انا اللي اقول انا اعتبر نفسك ناجح ولا مو اقول على طول اتكبر اقول الا، بس يعني الحمد لله اشوف نفسي لحد الان ناجح، قد اشتغلت شركه تلفاز، قد اشتغلت مع صح يعني خنبل ولا اكثر، كل هذه معروفه كلها 10 مليون 9 مليون مشاهد. صح معك حق. فيعني واخر شيء كمان الحمد لله مشاهداتك كثير طلعت وما بعرف شو. الحمد لله يعني بدايتي كانت يعني مع تلفاز. خنبل مثلت معه، بعدين فتحت القناة الحالية ومشيت، يعني قبل سنتين تقريبا فتحت القناة الحالية. الحمد لله. هذا ورقة مقص. فود. وبعدين مع الكاب. يعني ما مليت؟ أنا أول شيء عندي من الكاب اللي هو كاب النجوم، عندي منه اثنين أو ثلاث عندي. عم تمزح. إي والله. فيعني ذا يعني مرات ألبس هذا، مرات ألبس هذا، مرات ألبس هذا، بس بالنهاية يعني شيء تميز فيه يعني حرام إني أغيره. يعني مشيت فيه سنتين يعني غيرت انا اوكي يعني غيرت بجرب بس يعني يوم سافرت بس برجع البس يعني اكيد هو اللي طيب عندي سؤال بس برا حجر ورق مقص اوكي يعني بتفكر انك شي يوم تبيعه للكاب وتتوقع انه عن جد في ناس تشتري كميه كبيره يعني ابيه مو كميه كبيره تبيع هذا الكاب اللي لا لا الكاب اللي انا البسه لا ما اضح بيه يمكن اشتري منه مثلا من برا تتوقع لو مثلا ممكن شي يوم يعني لو ان شاء الله انشهرت كثير 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 في حدا راح يجي يشتري بمبلغ كبير والله جاء صراحه يعني والله اي والله قد جاء بس يعني اشوف ولا يعني اشوف يعني ما اهتم لان الموضوع تافه طيب يمكن الحين تافه انت بتعرف الموضوع تافه ليش لسه لابسه لا موضوع لا سالفه البيع انت قلتي في احد بيشتري اكيد موضوع تافه بس سالفه الكاب لا مو تافه اوكي لانه جاب لي مشاهدات جاب لي مشتركين جاب الاغنيه مثلا ايه جاب لي الاغنيه فكره الاغنيه يعني مليون ونص تقريبا مشاهدات فلهون نكون خلصنا هذا الفيديو نعتذر لا عادي اللايك والاشتراك والكومنت اهم شيء اكيد رايكم يعني المقطع وكذا وكمان انزلوا تحت على الديسكربشن بوكس رح نترك لكم قناه فود ورح نعمل معه مقطع كمان كله يعطي فضايح فاللي حابب يسمع كمان فضايح ينزل تحت على القناه ويشوف الفيديو واللي مو مسوي سبسكرايب يسوي سبسكرايب واللي مسوي سبسكرايب لا ينسى يفعل زر التنبيهات مشان يوصله كل جديد وبنحبكم كثير يا احلى ناس وسلام